على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، التقى القادسية بنظيره الشباب في مواجهة بحث الشباب من خلالها الفوز للتقدم أكثر في سلم الترتيب. أما كتيبة الأسباني بابلو فرانكو أرادت خطف الصدارة من النصر ولو بشكل مؤقت. الحكم الشاب سعود السمحان أدار المواجهة، والأصفر حاول الوصول إلى مرمى الشباب من سلاح التسديدات الأولى عن طريق سيف الحشان والأخرى عبر الألباني لورانس تراشي، لكن أحمد دشتي يقف سدا منيعا أمام المحاولات القدساوية. القادسية الأفضل هذا الشوط تمكن من تسجيل هدف التقدم بطريقة جميلة بعد عدة تمريرات وصلت أخيرا إلى البرازيلي لوكس ليضعها بالشباك، لينتهي الشوط الأول بتفوق قدساوي بهدف نظيف. نشوف عينه كرة جول، أخيرا ظهر وبان لوكاس جاتشو. الفترة الثانية من المواجهة بدأت مع فرصة خجولة لأبناء الأحمدي لم تشكل أي خطر على مرمى الرشيدي. الحكم سعود السمحان أشهر البطاقة الصفراء الثانية بوجه المحترف سانجبير ليغادر أرضية الملعب، ليكمل بعدها الشباب المواجهة بعشرة لاعبين. البديل فهد الأنصاري حاول أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية تألق أحمد دشتي من إبعادها إلى ركنية. الأنصاري مصر على التسجيل وكان له ما أراد وعزز من تقدم فريقه من رأسية جميلة سكنت مرمى دشتي. الشباب حاول تقليص النتيجة من تسديدة أحمد بومريوم التي مرت بجانب المرمى. الأصفر شن هجماته واحدة تلو الأخرى لتسجيل ثالث الأهداف من تسديدتين، الأولى لعيد الرشيدي والأخرى لسيف الحشان، والحارس أحمد دشتي ببراعة ينقذ مرمى من هدف ثالث. آخر فرص الشوط تراشي يرسل كرة ذكية إلى القائد بدر المطوع الذي أضاع هدف محقق لفريقه، ليطلق بعدها الحكم صافرته بانتهاء المواجهة بفوز قدساوي بهدفين دون رد. للأسف يعني بالغنا شوية احنا بالرجوع ملعبنا، هذا عطى الأريحية حق نادي القادسية انه يستحوذ يلعب على راحته. والشوط الثاني حاولنا نضغط، بدينا بشكل ممتاز لكن بعدها للأسف يعني عندنا طرد، فهذا أثر على المباراة. اليوم بدينا بتشكيلة نوعا ما احتياط فيها كثير من لاعبين الاحتياط، قدرنا نصعب المباراة، هذا أهم شيء كان بالنسبة لنا إنه ما تكون مباراة سهلة للقادسية. ونوعا ما الحمد لله على كل حال مستوى المباراة في لاعبين وايد أدوا ويعطيهم العافية ما قصروا، ونقول ما يشوفون شر حق اللاعبين اللي تعبوا. أحمد من زمان ملاعب اليوم ظهر من جديد وقدم أداء ممتاز. الحمد لله، والله كانت صعبة علي بالبداية حيل، أول عشر دقائق جدا كان يعني بالنسبة لي تركيز عالي وتوتر، بس بعدها الأمور صارت طيبة إن شاء الله لياياتنا نلعب أكثر. أول شيء يقول مبروك حق نادي القادسية وهارد لك حق نادي الشباب، بس مثل ما تعرف ما في شيء اسمه مباراة سهلة حق نادي القادسية، سواء نادي القادسية باري أي كان من الفرقة ما في مباراة سهلة، كل مباراة صعبة، ندش ناخذ ثلاث نقاط ونطلع، سواء دوري تصنيف ولا دوري اس تي سي احنا نسوي اللي علينا ونطلع. بأريحية تامة القادسية يظفر بنقاط المباراة كاملة بفوز السهل على الشباب. القادسية يقدم عرضا كرويا رائعا وتمكن من هزيمة الشباب بهدفين دون رد ليخطف الأصفر صدارة دوري اس تي سي التصنيف ولو بشكل مؤقت. فواز الصلال لبرنامج